موجز الأخبار من قناة طيبة، أهلا بكم. أعلن الجيش السوداني في بيان له اعتقال 21 ضابطا وجنديا تورطوا في المحاولة الانقلابية الفاشلة. وقال المستشار الإعلامي للقائد العام للقوات المسلحة العميد الطاهر أبو هاجة في تصريح لسونا أن القوات المسلحة أحبطت المحاولة الانقلابية وأن الأوضاع تحت السيطرة تماما. وفي ذات الشأن قال مصدر عسكري إن السلطات السودانية أوقفت أكثر من 300 ضابط وجندي على خلفية المحاولة الانقلابية التي أعلن الجيش إحباطها. وتم نقل المتهمين بالمشاركة في المحاولة الانقلابية إلى السجن الحربي والأمن العسكري، وإن المحاولة الانقلابية شاركت فيها وحدات عسكرية من سلاح المدرعات ومنطقتي وادي سيدنا وأم درمان العسكريتين. زار رئيس المجلس السيادي السوداني القائد الأعلى للقوات المسلحة عبد الفتاح البرهان سلاح المدرعات بمعسكر الشجرة، وحيى الضباط والجنود على حكمتهم في التعامل مع الأحداث. وقال البرهان أنه لم تثبت حتى الآن صلة الجماعة الانقلابية الفاشلة في السودان بأي جهة، ودعا البرهان إلى وحدة القوى السياسية في السودان وتعاونها لمواجهة المخاطر. أدان حزب الأمة القومية المحاولة الانقلابية الفاشلة، وأكد للشعب أنه سيعمل على حماية الثورة والحكومة الانتقالية بكل ما أوتي من قوة. وناشد الحزب في بيان له جماهير الشعب السوداني بدءا من لجان المقاومة وتروس الثورة والقوى السياسية وكافة جماهير الشعب بأن ينتفضوا من أجل حماية مكتسبات الوطن. نهاية الموجز، شكرا لطيب المتابعة، إلى اللقاء.